أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. بعد أسبوعين من إعلان روسيا أنها أصابت زعيم هيئة تحرير الشام في سوريا أبو محمد الجولاني بجروح خطيرة، بثت الهيئة تسجيلا مصورا غير مؤرخ يعتقد أنه للجولاني ويظهر فيه بصحة جيدة. وعرض الشريط المصور الجولاني وهو يلقي محاضرة على مجموعة من المقاتلين ويشرح بعض الحركات القتالية. أفاد الجيش اليمني بقتل 20 فردا من الانقلابيين في كمين مسلح على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية. ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن مصادر ميدانية قولها إن قوات التحالف العربي استهدفت مجاميع الميليشيات الحوثيين بعد أن رصدت تحركاتهم على الشريط الحدودي، وذلك عبر عمل كمين مكون من فرق الراجلة ومساندة من مروحيات الأباتشي السعودية. دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس الأمن إلى الاقتداء بالولايات المتحدة في التصدي لإيران بسبب سلوكها العدواني والمزعزع للاستقرار والمنتهك للقوانين في المنطقة. وعقد مجلس الأمن اجتماعه الشهري لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي. أعلنت المذيعة التلفزيونية الروسية كيسينيا سوبتشاك عن قرارها الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018، وجاء في رسالة بعثتها إلى صحيفة فيتوميتشي الروسية في هذا الصدد أنها قلقة على مستقبل روسيا وأنها تسكنها منذ أن ولدت، وأنها وبعدما درست كافة المخاطر المحتملة على روسيا قررت الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن هذه الخطوة هي التي ستغير حال بلادها للأفضل. أطلقت شركة جوجل تحديثاً لتطبيقها جوجل مابس من شأنه إتاحة الفرصة للمستخدمين لزيارة بعض كواكب المنظومة الشمسية وأقمارها. وأشار بيان نشرته الشركة إلى أن هذا الأمر أصبح ممكناً بفضل الصور الفوتوغرافية التي التقطتها مسبار كايسيني أثناء عمله في الفضاء البعيد على مدى 20 عاماً. وقام الخبراء بدراسة ما يزيد على 500 ألف صورة فوتوغرافية أرسلتها المركبة إلى الأرض. وشارك في هذا العمل أيضاً الفنان التشكيلي بيرون يونسون الذي سبق له أن تعامل مع الصور الفوتوغرافية التي نشرتها وكالة ناسا والوكالة الفضائية الأوروبية.